مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ من الرسام الذي تعلمنا عنه في المحاضرة السابقة؟ كان رساما يدعى باول كيلي، واليوم أيضا سنستمر مع باول كيلي ونتعلم عنه. موضوع محاضرتنا هو رسم الوجوه والمناظر. تأملوا لوحاته وركزوا على طريقة الرسام المميزة بينما ترون اللوحات. إذن هل ننطلق إلى لوحات باول كيلي الآن مباشرة؟ هذه اللوحات تعبر عن الوجه، ولكن الوجه المرسوم بشكل بسيط وليس بالتفاصيل. أي رسم يمكن أن يكون لوحة إذا رسمناه مع أفكارنا الخاصة، مثل هذه اللوحة حتى ولو من دون رسم الأذن أو الفم أو الشعر. ماذا رسم هنا؟ الشكل بسيط جدا، ولكن طريقة التلوين مميزة. يقال إنه قد رسم هذا بقطرات الألوان المائية. كان يعتقد أن حركات النقطة تساوي الخط. أشعر كأنه النقطة تلمع وتتحرك. ماذا رسم هنا؟ جمع الألوان المتعددة يعطي إحساساً قوياً. كان قد قال: أسرتني الألوان، وأنا والألوان واحد. عندما أرى لوحاته أشعر كم كان أسيراً. وكيف هذه اللوحة؟ أرى أن الألوان الفاتحة تلمع بشكل أجمل، ربما لأنها ليلة مظلمة. وتبدو العصافير الصفراء كأنها نجوم تلمع في سماء الليل. واليوم سنرسم هذه اللوحة معا، هيا لنستمتع بالرسم. سوف نرسم البحر. أولاً سأريكم بشكل بسيط الآن. إذا رسمت بهذا الشكل، هناك خطوط فوق بعضها، وعندما نلونها، فسنلون الأجزاء المنقسمة بشكل منفصل. أصلاً، كنا نمسح الخطوط بالممحاة عندما تكون الخطوط على بعضها البعض مثل هذه، صحيح؟ هذه المرة بطريقة مختلفة سنترك الخطوط التي فوق بعضها عندما نلون. بهذه الطريقة.
أريكم الآن المثال بشكل بسيط، فيمكنكم أن تتمرنوا هكذا بالأشكال الهندسية البسيطة. إذا ترغبون في التلوين بعد التقسيم أكثر، يمكنكم رسم الخطوط متداخلة أكثر. أوقفوا الشاشة لوقت قصير، ولتكملوا اللوحة بحرية وأنتم تنظرون إلى هذه الصورة. نعم، أنا انتهيت من الرسم بهذه الطريقة. كيف رسمتم يا أصدقائي؟ ارسموا بشكل رائع. محاضرة اليوم، لاحظت أن باول كيلي قد رسم بشكل بسيط، ولكنه مع ذلك كان مهتما بالرسم بشكل دقيق جدا. يا أصدقائي، ليست مشكلة أن ترسموا بطريقة بسيطة، فارسموا وأنتم تبذلون جهودكم وتستخدمون أوقاتكم، ومع جهودكم وأوقاتكم ستحبون الرسم أكثر. إذن تطلعوا إلى المحاضرة القادمة أيضا يا أصدقائي. مع السلامة.